أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هنا مد إلا ب وبقال خلي الباء أهزها كده إب إلا ابتغاء. هنا المد سبب إن فيه همزة ويسمى مد متصل لأن الألف مع الهمزة في كلمة واحدة، سواء مد ألف أو واو أو ياء مع همزة في كلمة واحدة بسميه مد متصل يا يزيد. لو كانت الهمزة والألف في كلمة واحدة أو الواو مع الهمزة أو الياء مع الهمزة في كلمة واحدة أسميه مد متصل، بيتمد أربع حركات أو ست حركات. فهو ليه اللبت الحركة يعني عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقوا ست حركات كده. إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. هنقول الآيات تاني. وما لأحد عنده، ما وقفت على لأحد عنده ليه؟ لأن هنا التنوين جاي وراه عين اسمها إظهار، أقولها بسرعة. لأحد عند، لأحد عند على طول. لكن كلمة عنده لها نون ساكنة بقف عليها شوية، أقول إيه؟ هو ذا إخفاء، إخفاء. أقول إيه بقى؟ وما لأحد عنده من نون جت في من ساكنة وجات وراها نون في نعمة، يعني نونين قبلوا بعض اسمه مثلين، الاثنين زي بعض، فبقف عليها شوية كده. من نعمة، من نعمة. وما لأحد عنده من نعمة. بص قلت ايه؟ من نعمة، وقفت عند التنوين اللي عند التاء. ليه؟ لأن هذا التنوين دي وراه تاء يبقى إخفاء. إخفاء يعني أوف شوية، ما ظهرش بسرعة. أقول إيه؟ من نعمة. اقفل يا خالد. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وقلقلت الجيم لأن الجيم موجودة في حروف القلقلة، قط ب جد. بقلقلة يعني إيه؟ يعني بهزها. تجزى. يبقى حروف القلقلة قطب جد، قطب قاف طاء باء جيم دال. لو كانوا ساكنين عليهم سكون، والسكون هو الحاء الصغيرة هذه اللي على الجيم اسمها سكون. هنا النون ساكنة الجيم، فبقول ايه؟ تجزى. بقلقلة بقول ايه؟ تجزى. اللب، شوف الباء على سكون اهو. اللب، اللب. والباء من حروف القطبة جد، موجودة في كلمة قطبة. أقلقال أقول إيه؟ إب، اللب. أيضا وج، وج، برضو الجيم موجودة في قطبة جد، موجودة في كلمة جد، فبقلقال. الحروف القلقالة قطبة جد، لو كان عليها سكون أقلقالها يعني هزه. أقول إيه؟ إلا ابتغاء وجه، وجه، وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما لأحد عنده، بص بقول عليه وما لأحد، خطفته إظهار التنوين لأن جاي وراه عين، والعين من حروف الإظهار. حروف الإظهار يا أبطال ستة، لو لقيتهم جايين ورا التنوين أو النون، لو لقيت حروف الإظهار جاية ورا النون أو التنوين أخطف التنوين أو النون، ما وقفش عليه. ست حروف
عين وغين وحاء وخاء وهمزة وهاء. عين وغين حاء وخاء همزة وهاء. سكر يا خالد الصوت. حروف الإزهار يعني إيه إزهار؟ يعني التنوين أقوله بسرعة، أقول النون الساكنة بسرعة، أقول إيه؟ وما لأحد عنده، وما أقولش ما ينفعش أقول إيه؟ وما لأحد لا، لأن العين من حروف الإزهار يعني أصدر التنوين، أقوله بسرعة وما لأحد عنده. ليه؟ لأن العين والغين والحاء والخاء والهمزة والهاء من حروف الإزهار، فبقول إيه؟ وما لأحد وما لأحد عنده وما لأحد عنده عنده وقفت عليها لأن النون الساكنة جاي وراها دال والدال من إخفاء. من نعمة تجزى من نون مع نون وقف شوي مثلين نعمة دي إخفاء لأن التاء مش من حروف الإظهار إلا بإتغاء مدت المد زي عمار إلا بإتغاء وجه ربه الأعلى اللي عرفني إن فيه مد. شوف في على الألف مد اهو. أنا أبي أسمع. في على الألف مد اهو. اليوم قراءة وليس تسميع. التسميع غدا. ويوم الخميس تسميع كل السورة. إلا بإتغاء وجه ربه الأعلى. أنا أبي أقرأ. ولسوف يرضى. طيب الآن اللي مستعجلين على القراءة هنشوف اللي عاوز يقرأ بس مش هيقرأ زي ما أنا قول اللي مش هيقرأ اللي ما هيقرأ زي ما أنا قول عاوز يا سالم وش نسمع يوم الخميس؟ كل الصورة الليل أيوة طيب يا سالم إن شاء الله من اللي عاوز يقرأ الآن ومن الأول وما لأحد عنده أنا بنعمة تجزى لا يا عمار يا عمار قلت من نعمة من نعمة من نعمة تجزى إلا تاني تاني من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك ربه الأعلى ولسوف يرضى. أحسنت يا بطل بارك الله فيك. تفضل يا ناصر استاذ استنى يا ناصر لما أشوف من اللي بينادى عليا. ها مين؟ أنا محمد. الحين أقدر أتلعب بكرة بهذا بهذا أي صفحة؟ هذه صفحة سورة الليل. سورة الليل يا محمد. أنا بعيتها فيديو اسمعها كتير هتلاقيك ثبتت معاك. أوكي. بقدر الحين أتلعب عشان ما تطلع. لأن أنت لما تقعد وتسمع كل ما تسمع كل ما تخش في مخك كل ما تسمع كل ما تدخل في مخك. التكرار يعلم الشطار. استنى انسى الشاب بسرعه. اه انا اقرا انسى الشاب بسرعه زي وجيرك. ما في حاجه اسمها بتنسى. في مثل يا محمد بيقول التكرار يعلم الحمار. عندنا في مصر كده يعني يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي تتلاقي عارف طريق البيت لوحده من غير ما حد يقول له. فالإنسان لما يقرر 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 هيحفظ حتى لو كان غبي وما عنده مخ بيحفظ بعد 40 مرة. إذا كان ما عنده مخ 40 مرة أنت معك 17 واحد هيقرأوا وأنت كمان 17 كده هتلاقيك حفظت.
لا تقول انا ما بحفظ، لا تقول لنفسك كده، قول انا اسد انا هحفظ. لا تكسل، سكر المايك يا محمد بقى عشان زملائك يقرؤون. اتفضل يا ناصر. وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء ناصر الا ابتغاء الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. احسنت. اتفضل يا مراد. قولي بسرعه. ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. بارك الله فيك يا مراد. يا تركي يا تركي اقرا يا تركي، انت فتح المايك يا تركي اقرا. اتفضل يا تركي اقرا. اقفل يا خالد. طيب نسمع عبد المحسن عم تركي يجي. يلا يا عبد المحسن. وما لأحد استاذ من الأول، وما لأحد عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. بص يا عبد المحسن أقول كده، من نعمة تجزى. نعمة نعمة من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. بارك الله فيك. أحسنت. فين رياض؟ رياض موجود؟ رياض موجود؟ رياض موجود؟ أنا إذا مو رياض. رياض طيب يلا يا يزيد. اتفضل يا يزيد. نعم استاذ. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أن سعيكم لشتى. أنا عاوز يا يزيد. بص يا يزيد من الأول، وما لأحد وما لأحد عنده من نعمة من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بص يا زيد بص يا زيد بص يا زيد الآية اللي قبل الأخير، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ربه طيب أنت سكرت المايك خلاص. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قولها تاني يا زيد. أنا أستاذ. ثواني. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لا تقف على ربه. لا تقف على ربه. فصل. ربه الأعلى. بارك الله فيك. من اللي عاوز يقرأ تاني؟ سالم. تفضل يا سالم. أستاذ. نعم. السمع يطلع. عاوز تطلع يطلع.
واللي عاوز يخليه عشان يشوف القراءة ما في مشكلة. لا قالوا لي ان انت الشحن بتاعك فضى يا زيد، روح. انا يا سالم. اتفضل يا سالم. اتفضل يا سالم. يا تركي. تذكر المايك يا تركي. يلا يا سالم. لا. سالم اقرا. طيب. بدي اقول اول شيء. مش بتقول لي عاوز تقرا يا سالم، وما لي احد. ها؟ وما لي احد. وما لي احد. عنده. عنده. طيب يا سالم، لما تتعرف عليها يكون ممتاز، وعبد الرحمن اللي عمال يلبخ مخصوم منه 5 درجات. كم الصورة يا أستاذ؟ كل الصورة. مطلوب الوقت. عمار سعد اتفضل. اقفل الصوت يا بني. اتفضل يا عمار. ياش عمار سعد. وما لأحد. وما لأحد. عنده. عنده. من نعمة. من نعمة تجزى. إلا ابتغاء. إلا ابتغاء. وجه ربه الأعلى. وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضي. يرضى. الضاد قبلها فتحة. يبقى يرضى. هذه اسمها ألف مكسورة اللي في الآخر دي. ألف تنطق ألف. يرضى. 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 سعود فهد. تفضل يا سعود. وما لأحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لأحد. يلا يا سعود. يلا يا سعود. نعم يا أستاذ. يلا. وما لأحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لأحد. وما لأحد عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو بسم الله في النص، ما هو لازم بسم الله. يلا وما لأحد بقى. يلا. لأحد ال... عنده. طيب لما تحفظ يا سعود ما في مشكلة. ما في مشكلة عم يكون حفظ. من عاوز يقرأ يا بطال؟ من عاوز أنا يقرأ؟ إبراهيم. أنا تركي. تفضل يا تركي. وما لأحد. علي صوتك شوي. علي صوتك. علي صوتك يا تركي. وما أحد عنده من نعمة تجزى إلا الأعلى ولسوف يرضى. بارك الله فيك. أحسن. من عاوز يقرأ الثاني؟ إبراهيم. يلا يا إبراهيم. وما لأعلى. أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لأعد عنده من نعمة تزجى إلا ابتغاء. إلا ابتغاء. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أحسنت. ممتاز ما شاء الله. ممتاز. طيب من أنت عاوز نقرأ؟
ضيوف الشرف اللي معانا بعدين يتفرجوا عليا. انا استاذ. مين؟ انا محمد، بجرب بالاقل. يلا يا محمد. دقيقة بوخر راسك. ومن لأحد. انا بعد محمد. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولي ربي أعلى. ربه الأعلى. ولسوف يرضى. ماشي بطل يا محمد، ما شاء الله. أنا عاوزك ما تقولش لنفسك أنا ما بحفظ، عاوزك تقول لنفسك أنا هحفظ وهتحدى وأصير أسد. خلاص؟ أوكي. بس كيف أصير أسد؟ بالتكرار، امسك السورة وقعد كرر 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 كرر، هتلاقيك بقيت أحسن من الأسد. ماشي؟ ماشي. أنا هبعت لك فيديو يا محمد فيه الفيل وهو بيرسم. فيل وبيرسم. ها؟ هذا الفيل؟ والله فيل ورسم. يبقى الفيل يرسم والإنسان ما يحفظ؟ ينفع؟ لا. لا، يبقى احنا أحسن بالفيل. يبقى احنا نتحدى ونجتهد هنبقى شطار إن شاء الله. يلا مين اللي قال لي عاوز يقرأ؟ مين اللي قال لي بعد محمد؟ أستاذ أنا سمعت، عايز أطلع؟ اطلع. مين اللي قال لي عاوز يقرأ؟ طب أنا. يلا. طب أنا يا أستاذ. كل اللي عاوز يطلع يطلع، هو ما عادش الوقت خلص، بس في واحد قال لي عاوز يقرأ، يلا يقرأ. اقرا يا سلطان، اقرا. طيب حد عاوز يقرا؟ خلاص الوقت انتهى يا ابطال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام يا استاذ. رعايه الله.